ممكن اتكلم معاكي كلمه؟ ليه؟ انا بس بأبدي اعجابي بشعرك الجميل ده. طب يعني انا معايا حد دلوقتي اجيبه؟ طيب يعمل معاك مشكله ولا اعمل ايه؟ ليه بس المشكله على ايه؟ انت تبقى قاعد يعني تكلم واحده انت ما تعرفهاش، واحده زي القمر زيك استحاله طبعا ما اكلمهاش. يعني طب بصي ثواني بس هقول لك حاجه، هكلمك ما تندهيش لحد. يعني يا استاذه يا استاذه ما تندهيش لحد، انا بكلمك باحترام جدا وبكل حاجه، عايز اتكلم معاكي كلمتين ممكن ولا امشي؟ يعني بصراحه يعني حضرتك جميله جدا وشكلك كيوت وبنت ناس وبتاع، فممكن اتكلم معاكي كلمتين ولا تتضايقي؟ ها مفيش حاجه، بس بكلم المكان هنا ايه؟ تعالى بكلم حضرتك. انا قاعده بنده على اي حد. يا استاذه يا استاذه اسمعيني. لا مفيش حاجه، بس ممكن بس حضرتك تشربي ايه؟ طيب تشربي ايه؟ لا تشربي ايه بس؟ انت مجنون هند، انت بتهزري؟ تشربي ايه؟ كلمني بس. هي بتقول لك هي بس عندها حاله، هي عندها حاله عصبيه فبتجيلها. بتقول انت ما بتعرفهاش يا استاذ. لا هي عندها حاله بتجيلها فما بتبقاش عارفه. ما بتبقاش عارفه، هي مريضه. اسمعني طيب، انا ماليش دعوه بالمشكله. هي مريضه مش عارفه. روح انت دلوقتي وانا هتعامل معاها. روح انت دلوقتي يا استاذه بعد اذنك، انا دلوقتي بتكلم. طب يعني انا اعمل ايه؟ اضربك طيب عشان تمشي ولا ايه؟ تضربيني ايه؟ انا بكلمك يا استاذه، بكلمك باحترام. يعني واحده زي القمر زي كده بتتعصب ازاي وتتنرفز كده؟ خدي بس. طيب رايحه فين؟ رايحه فين يا رايحه فين يا استاذ؟ بصي 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 بصي، خدي بس خدي بس يا استاذه. طب خدي، احنا على فكره هضربك في وسط الشارع. تضربي ايه؟ تضربي ايه؟ بقول لك اسمعيني. طيب ده مقلب. طيب خدي، احنا بنهزر. تعالي. طيب والله بنهزر. تعالي. هو في حد هيعمل كده برضو؟ ها في حد هيعمل كده؟ طب في حد قمر يتنرفز قوي بسرعه كده؟ يعني انت ضايقتها ولا قلت؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا لسه بدخل في الكلام. اولا ايوه ده مقلب لرمضان، برنامج تحت الكوبري، وانا ممثل وانا ممثله. أيوة. بس انا ما ظهرتش. طب ثواني بس، هو انا الصحاب يا جماعه لازم نيجي عليهم شويه. طبعا نعمل معاهم الواجب. عايش بطل بهدلته. بقول لك ايه، بقول لك ايه، طيب بقول لك ايه، هو انا وحش مش مقبول قوي للدرجه دي كده؟ لا طيب ايه، ملهاش علاقه. حتى لو كنت مين انا برضه بتكلم معاك ليه؟ واحد بيتكلم معايا بس ينفع برضه واحده زي القمر تتنرفز كده وتعمل اللي هي؟ شفت. طب انا بقول لك شعرك جميل. طيب مش تقولي لي اي حاجه. ربنا يسترك يا ابني. ايه يا حاجه؟ عموما كل سنه وانت طيبه. ينفع يا عليا؟ يعني هل ينفع ان فعلا موقف زي ده البنت تتحط فيه اصلا؟ لا خالص. طبعا ما ينفعش، ولو حصل زي ما انا عملت كده تديله على طول. صح كده؟ طبعا. طب ايه احساسك؟ ايه احساسك لما ما لقيتيش رد فعل من الناس اللي حواليك؟ لا حسيت ان انا فعلا هقوم، وخفت اقوم تطلع ورايا برضو، اللي هو انا كنت فعلا هضربك. رد فعل الناس اللي حواليكي ما جاش في بالك ان الناس دي ازاي تقعد كده ما حدش يدافع عني او ما حدش يقول كده؟ ما انا ما فهمتش، مش مستوعبه والله. انا يعني ما فهمتش. قلت ايه ده؟ اسماعيل راح فين؟ اسماعيل اهو. خلينا نقول للناس كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وموافقه كيوت اكتر من كده. لا مش مصدق. مش مصدق. ايه قلبتي دلوقتي؟ ما بعرفش. طب رقم تليفونك؟ طيب رقم تليفونك كام؟ ما تقوليش هنا، خلينا ورا الكاميرا. كل الناس تحت الكوبري في رمضان، استنوا تحت الكوبري في رمضان يا جماعه. وشكرا جدا وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. هنا